هي دي انك انت لما تعمل حاجة تصلي ركعتين تقرأ جزئين تذكر متين تصدق بجنهين ما تشوفش العمل ده ان انت عملت حاجة انت ما عملتش حاجة وترويض النفس على الإخلاص وكيف تروض نفسك على الاخلاص. ولعل لها اتصال ايضا بموضوع فلسطين وموضوع غزه والمواضيع التي نحياها اليوم. فليس ليست هذه الموضوعات مقامات الدين منفصله عن الواقع الاليم بل نعيشها. فالايه التي ذكرناها قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، هذا هو الاخلاص بعينه. لاني يعني اريد ان اسالك لماذا تعيش؟ هل حياتك انت تعيشها لله؟ ام تعيشها لشهواتك واهوائك وامالك العراض ومراداتك، هذا هو عين الاخلاص. أن تعيش الحياة لله، أن تعيشها على مراد الله منك. ماذا يريد الله منك؟ وما الواجب عليك الآن؟ الآن واجب الوقت، ما الواجب عليك الآن؟ ترويض النفس على قبول الصدق، على هذا الإخلاص، أولاً يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: يعرض للعامل في عمله ثلاث افات رؤيته وملاحظته وطلب العوض عليه ورضاه وسكونه به عملت عملا صليت مثلا صلاه الفريضه الان او تصدقت بصدقه قرات جزءا من القران او جلست ذكرت الله يعرض لهذا العمل الاشكال الكبير ان بعض الناس بيعمل العمل ويفكر ان هو عمل عمل ان عمل حاجه لربنا هي ده الاشكال الكبير الآفات اللي بتعرض لهذا العمل نمرة واحد رؤيته وملاحظته انك انت تبقى شايف انك قدمت لربنا حاجة في مرة واحد قابلني وقال لي انا سألت سؤال لكتير ناس كتير وعلماء كتير ومحدش عارف يجاوب عليه وانا عايز اسألك السؤال ده قلت له يا عم انا ما بعرفش اجاوب اذا كنت انت سألت ناس ما عرفوش يجاوبوا انا اول واحد ما يعرفش قال طب اسمع وخلاص قال لو فرضنا ان انت اديتني عربيه قلت لي روح اعمل لي كذا وسوي لي كذا وحاسبني كذا وهات لي كذا واعمل لي, لي والاخر تيجي تحاسبني على العربيه ربنا ادانا نعم وامرنا ان احنا نعمل بيها ويجي حاسبنا بعديها قلت له هو ربنا اداك عربيه عشان تعمل له بيها حاجه انت بتعمل له انت شايف انك بتعمل له هي دي القضيه انت شايف انك بتعمل لربنا ها ردوا علي بتعمل له لو ان اولكم ها واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها يبقى الاعمال اللي انت بتعملها ديت مش بتعملها بتنفع ربنا دي بتنفعك انت واحنا اتكلمنا قبل كده في الحكمه من فرض العبادات اذا كان ربنا ما بينتفعش بعبادتك امال فرض علينا العباده ليه؟ ربنا جل جلاله فرض علينا العباده جل جلاله سبحانه وتعالى فرض علينا العباده دي لينا انت ما تقدرش تقوم حياتك الا بهذه العباده قولي طب الكفار هم حياتهم ماشيه بالعباده لا بيعبدوا انفسهم ولو ما عبدوش نفسهم هم ما يعملوش حاجه زي ما قلت لكم قبل كده كتير ان النهارده اللي بيقول لك الانترنت اللي انت بتستعمله ده او التليفون اللي في ايدك بتستعمله ده وتقول على اللي اخترعه ده كافر روح النار وانت هتروح الجنه ده هو اللي اللي اداك حاجه بتعبد بها ربنا اقول هو لما اداني الحاجه ديك هو اخترعها ليه؟ هو اخترعه عشان هو عايز المجد عايز الفلوس عايز الشهرة عايز ان هو يفضل مذكور ويخلد في التاريخ عشان جايزة نوبل هو بيخترع وبيعمل حاجات دي عشان ده خد ده اللي هو عايزه خده دي عبادته انا حياتي انا اي قايمه بالعبادة دي ربنا سبحانه وتعالى شرع العبادة ديك عشان انا اعيش بيها له سبحانه وتعالى مش عشان انا اعملها تنفع ربنا لا بتنفعني انا شخصيا عشان كده ابن الجوزي قال تفكرت في حالي تفكر منصف فوالله ما وجدت لي عملا استطيع ان اقول رب اغفر لي كذا بكذا ده ابن الجوزي الامام الكبير يقول قاعد افكر كده لو انا نزلت عليا صخره زي الناس الثلاثه اللي نزلت صخره في سده باب الغار عندي عمل اتوسل بيه قال ما لقيتش ليا عمل قال غير ان في خله خصله يعني ارجو بها ان ارحم وهي اني اذا قمت اصلي ركعتين فإنني أعلم أنني أكد لنفسي في فكاك رقبتي لا أن أخدم الله. قال في حته كده أرجو إن ربنا يغفر لي بيها، ايه؟ قال إن أنا لما بقوم أصلي ركعتين ما بحسش إن أنا قدمت لربنا حاجة. ده 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 أنا بسعى في فكاك رقبتي. هي دي انك انت لما تعمل حاجه تصلي ركعتين تقرا جزئين تذكر متين تصدق بجنيهين ما تشوفش العمل ده ان انت عملت حاجه انت ما عملتش حاجه